أهلا بحضراتكم في تغطياتنا المستمرة على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع، واللي كمان جزء مهم منها أن احنا بنرصد الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبنرصد كمان الردود الرسمية عليها وحقيقة ما ينتشر في بعض الملفات. وطبعا من الملفات اللي طول الوقت مستهدفة بالشائعات هو ملف التعليم. يمكن انتشرت شائعة خلال الأيام اللي فاتت عن أنه بيتم منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي في بعض الكليات أو الجامعات لأنهم لم يسددوا المصروفات. الحقيقة أنه النهاردة مجلس الوزراء، أو بالتحديد يعني مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إطار نشره الدائم لردود على الشائعات المنتشرة، نشر رد على هذه الشائعة وقال أنه لا أساس لها من الصحة، وأنه الكلام ده يعني غير قابل للتصديق، وأنه شائعة الهدف منها انه طول الوقت تبقى في حاله اثاره للمشاعر السلبيه لدى الطلبه في الجامعات، او حتى الشائعات اللي بتصدر في ملف التعليم الثانوي او المراحل الاخرى من التعليم. طيب برضو عشان نطمن اكتر ويكون معانا رصد دقيق للامور في الجامعات وسير العمليات التعليميه في الكليات المختلفه والجامعات المختلفه، معانا على الهاتف الزميل محمد صبحي وهو مسؤول ملف التعليم العالي في اليوم السابع. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك يا استاذ ايمن، واهلا بمشاهدي ومتابعي التلفزيون اليوم السابع. اهلا بك. يمكن اكيد انت رصدت هذه الشائعه، وبعض الناس يعني حاولوا ان هم يرددوها على اساس انها واقع وحقيقه. هو في الحقيقه تداولت هذه الشائعه عبر منصات السوشيال ميديا، ولكن وفقا لما اكده مجلس الوزراء ووزاره التعليم العالي، اما هذه الشائعه لا اساس لها من الصحه اطلاقا، بالرغم حقية كل طلاب الجامعات في الدخول إلى الحرم الجامعي والدخول إلى الكليات في حضور المحاضرات داخل المدرجات والقاعات، بالإضافة للمتابعة على مدار الأسبوعين الماضيين منذ انطلاق العام الجامعي في الأول من أكتوبر، لم يتم رصد اي شكوى من طالب تعكس منعه من الدخول او عدم السماح له بدخول الحرم الجامعي. وما هذا ما يؤكد ان هذا الامر هو عباره عن شائعه، بل بالعكس ان هناك عدد كبير من الجامعات والكليات اعلنت سواء عبر صفحاتها على السوشيال ميديا او عبر المواقع الالكترونيه الخاصه بهذه الكليات عن بدء صرف او بدء التقدم لاداره رعايه الشباب بالكليات للحصول على التكافل من الكليه، والتكافل ده لحالات محدده بيتمكن الطالب بالتقدم بالاوراق والمستندات المطلوبه وفقا لكل حاله للحصول على سواء اعفاء كامل من المصروفات الدراسيه او تحمل الكليه جزء من هذه المصروفات. عندنا حالات مثلا على سبيل المثال كلية الحاسبات في جامعة القاهرة أعلنت إن في هناك 7 حالات، وطبعا بالقياس على كلية الحاسبات هذا يطبق في أغلب الكليات سواء في جامعة القاهرة أو الجامعات الأخرى، زي مثلا حالة صرف معاش تضامني أو معاش تكافل وكرامة. لو في طالب أسرته بتصرف معاش تضامني أو معاش تكافل وكرامة، الطالب بيتقدم بعدد من الأوراق الدالة على حصول الأسرة على هذا المعاش وبحث اجتماعي، ومن ثم بيحق له الحصول على خصم او اعفاء زي ما ذكرت. ايضا في حاله اصابه الطالب او احد من افراد اسرته بالامراض المزمنه، ايضا بيتقدم بتقارير طبيه تؤكد صحه كلامه، ومن ثم يحصل على الاعفاء او الخصم، اضافه الى حاله الطلاق او الانفصال بين الاب والام. وايضا عندنا حاله اخرى وهي حالة تغيب الأب عن الأسرة، فبيتقدم الطالب بصورة بحث اجتماعي وصورة البطاقة، ومن ثم يحصل على الخصم أو الإعفاء الثاني من المصروفات الدراسية. وهنا بنؤكد على الطلاب ونحب نوجههم بعدم الانطلاق وراء تلك الشائعات، لأن الشائعات هذه زي حضرتك ما ذكرت يا أستاذ سامر دائما ما تستهدف منظومة التعليم، سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، وتنتشر بشكل مستمر وبيتداولها الطلاب دون الرجوع مثلا لإدارة الكلية أو إدارة الجامعة للتعرف على صدق الكلام المتداول أو صحته من عدم صحته. طيب، ويمكن إحنا وإحنا بنتكلم معاك عارضين دلوقتي الرد بتاع وزارة التعليم العالي، وإنت كمان
اضفت لنا جزء مهم جدا وهو التيسيرات اللي بتقدم حتى للطلاب الغير قادرين على انهم يسددوا المصاريف بشكل جزئي او بشكل كامل. طب يعني برضو لو هنسألك عن الجزء الخاص بالعمليات التعليمية بقى بشكل عام منذ بداية الدراسة وتقييم وزارة التعليم العالي وتقييم القراصد للعملية التعليمية خلال الأسبوعين اللي فاتوا. هو على مدار الأسبوعين الماضيين منذ انطلاق الدراسة في 1 أكتوبر شهدت الجامعات أو المعاهد انتظام كامل في حضور الطلاب، وبدأت الجامعات بتنظيم معارض ومهرجانات للأنشطة الطلابية لحث ودعوة الطلاب الجدد للمشاركة في الأنشطة الطلابية. أيضا تزامن انطلاق العام الجامعي مع ذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبدأت الجامعات والكليات في تنظيم فعاليات وندوات توعية للطلاب حول انتصارات اكتوبر، وأيضا هناك انتظام بالتزامن مع الأنشطة الطلابية والمهرجان والندوات. أيضا انتظمت العملية التعليمية داخل القاعات الدراسية، وبدأت الكليات في رفع المقررات الدراسية على الطلاب على المنصات الإلكترونية التفاعلية، حيث أن هناك توجه في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية وكافة الوزارات إلى التحول الكتاب الجامعي إلى الكتاب الرقمي والكتاب الإلكتروني. وبالفعل هذه المنظومة بدأ تطبيقها في الجامعات، وبيتم رفع المقررات الدراسية لكل طالب على المنصة من خلال كود يتمكن من خلاله الدخول والحصول على الكتاب الذي يرغب فيه، مع إتاحة بعض الكليات لإمكانية الحصول على الكتاب الورقي أيضا، لأن هناك بعض الطلاب يعني لديهم استفسار بأهمية الكتاب الورقي، وده برضو تسهيل مهم جدا يا أستاذ محمد. طيب لو هنسألك برضو فيما يخص المصروفات، لو في طالب عنده مظلمة أو عنده تظلم أو عنده طلب ما فيما يخص دفع المصروفات وحابب إن هو يتواصل مع المسؤول، بيكون من خلال الجامعة ولا وزارة التعليم، أو بيكون إيه الوسائل المتاحة؟ الأصل ووفقا لنصوص القانون فإن كل جامعة هي عبارة عن لها شخصيتها المستقلة وفقا لنص قانون تنظيم الجامعات. فأنا النهاردة كطالب لدي مظلمة مثلا في كلية ما، بتوجه في البداية إلى إدارة الكلية ومن ثم إلى إدارة الجامعة، يعني بسلك المسارات الطبيعية. أنا عندي مظلمة من موظف ما في الشؤون أو في أي قطاع داخل الكلية، بتوجه الى عميد الكليه، وايضا هناك منصب مهم بالنسبه للكليات وهو وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، يعني قدمنا مسار وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب لان هو من ضمن اختصاصاته الاصيله التواصل مع الطلاب والوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها. ايضا عندنا مسار ثاني وهو عميد الكليه، وفي النهاية بننتقل إلى إدارة الجامعة المتمثلة في رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. وهناك أيضا حابب أشير برضو إن من ضمن المسارات اللي الطالب يتقدم بها وفقا لنصوص القانون أيضا بعد اكتمال تشكيل الاتحادات الطلابية التي من المفترض أن يتم الإعلان عن الجدول الزمني لها خلال الأيام المقبلة، لأن طبعا الاتحاد الطلاب بيعبد عن الطلاب ويمثل صوتهم داخل إدارة الجامعة، لأن بيشترك سواء في حضور لقاءات مع عمداء الكليات أو مع رئيس الجامعة مباشرة. فبرضه ده هيعتبر مسار، واللائحة طبعا بتنص على إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول من كل عام جامعي. احنا بنشكر محمد، احنا مش بس ردينا على الشائع، احنا كمان شرحنا للناس الطرق والسبل المختلفة للتيسير في موضوع سداد المصروفات، لأنه الأمر عكس ما يعني بيحاول يروجه البعض. كمان الوزارة والجامعات المختلفة بتسهل على الطلبة سداد هذه المصروفات سواء بالإعفاء أو بالتيسير أو بالأمور اللي أنت شرحتها كلها. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما أضفته لنا الزميل محمد صبحي مسؤول ملف التعليم العالي في وزارة التعليم، وعايز في اليوم السابع، وعايز بقى يعني تبقى نصيحتي لي اللي بيتابعونا واللي بيهتموا يعني بمواقع التواصل الاجتماعي، ما تاخدوش دايما المعلومة من صفحة مجهولة المصدر أو من كلام مكتوب في بوست حد مشيره، لازم طول الوقت ترجع للمصدر الأساسي أو ترجع لمصدر موثوق فيه، سواء مواقع صحفية موثوق فيها أو البيانات الرسمية اللي بتنزل على
صفحات الفيسبوك، سواء صفحة وزارة التعليم العالي أو الصفحات المختلفة للكليات والجامعات. دي كانت تغطيتنا للرد على هذه الشائعة اللي انتشرت خلال الأيام اللي فاتت، وإحنا مستمرين في هذه الخدمة لأنه هي خدمة مهمة. والحقيقة إنه الشائعات عندها هدف طول الوقت، وهو نشر الحالة السلبية ونشر الطاقة السلبية، وإنه يبقى في حالة غضب أو احتقان طول الوقت، وبنحاول إحنا نواجه هذه الحالة بالمعلومات الدقيقة والردود الرسمية. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وتابعونا على مدار اليوم في تغطيات مستمرة من تلفزيون اليوم السابع.